بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الخامس. هي ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية العظيمة تسمى آية البر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن فيها خصال البر وأعمال البر. والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير. البر ضد الإثم، وهو كلمة جامعة لكل خصال الخير. وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا رد على اليهود والنصارى الذين استنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، استنكروا تحويل القبلة وأثروا حتى على بعض المسلمين، فصار عندهم تشكك في هذا الأمر، تردد، كما قال الله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فلما حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة حصلت ضجة من اليهود والنصارى، لأنهم يلتمسون العثرات على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون تشويه رسالته ودعوته، ففرحوا بهذه الحادثة وأكثروا الكلام فيها، حتى تأثر ضعاف الإيمان من المسلمين. قالوا: لو كان نبيا صادقا ما تحول عن قبلة من كان قبله إلى قبلة غيرها، ولم يعلموا أو يتجاهلون أن الكعبة المشرفة هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ينتسبون إليه، ثم هم يعلمون علم اليقين أن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
تكون قبلته إلى الكعبة، يعلمون هذا من قبل أن يبعث لما يجدونه في كتبهم، فهم استغلوا هذه الحادثة ليؤثروا على المسلمين ويصرفوهم عن اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس الطاعة في التوجه إلى جهة من الجهات، إنما الطاعة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وإلا فالجهات كلها سواء، الشرق والغرب والجنوب والشمال كلها سواء، لا ميزة لبعضها على بعض، كلها ملك لله سبحانه وتعالى، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا ثم وجه الله. لكن الشأن في الأمر، الشأن في الأمر الذي يأمر الله تعالى به. فإذا أمر الله بالتوجه إلى جهة معينة فإنه يلزم كل مؤمن أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو البر، ومن خالف فإنه كافر. من عارض أمر الله وعاند أمر الله وبقي على عناده فإنه كافر، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كانت النصارى تستقبل المشرق، وكانت اليهود تستقبل المغرب، ولهذا قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق كما تفعله النصارى، والمغرب كما تفعله اليهود، ولكن البر من يولي وجهه إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى، لأنه عبد مأمور شأنه الامتثال من غير أن يعترض أو يتردد. هذا هو البر، البر أنك تتوجه في صلاتك حيث أمرك الله سبحانه وتعالى، لا أن تتوجه إلى الجهة التي تهواها أنت أو تريدها أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. فإن فعلت ذلك الصلاة والسلام على فإنك خرجت عن طاعة الله جل وعلا، وهذا هو الإثم وليس هو البر. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله، ولهذا قال: ولكن البر من آمن بالله. هذا هو البر، من آمن بالله، ومن الإيمان بالله أن تمتثل أوامره وأن تترك ما نهاك عنه، هذا من الإيمان بالله. ولكن البر من آمن بالله، آمن بالله ربا وبالله معبودا، وآمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله يشمل هذه الأمور الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويشمل كذلك امتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الإيمان بالله. وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الأساس
الذي تنبني عليه أمور الدين كلها. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن باليوم الآخر، واليوم الآخر هو كل ما يكون بعد الموت، كله يسمى باليوم الآخر، لأنه يأتي بعد الدنيا. الدنيا هي اليوم الأول، وما بعد الموت يسمى باليوم الآخر. وهذا يشمل كل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، ومن البعث من القبور والحشر في الموقف والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، كل ما يكون في اليوم الآخر. فيجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخر. وكيف يؤمن به وهو لم يره، وهو لم يحصل إلى الآن؟ كيف يؤمن به؟ يؤمن به اعتمادا على الخبر، على الإخبار عنه. وقد أخبر الله جل وعلا عن اليوم الآخر وما يكون فيه، وأخبرت الرسل عليهم الصلاة والسلام عن اليوم الآخر وما يكون فيه. فيجب على المسلم أن يؤمن باليوم الآخر ولا يتشكك، إيمانا جازما لا تردد فيه، لأنه خبر الله جل وعلا وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام. كل الرسل متفقون على الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة. وإذا آمن الإنسان باليوم الآخر استعد له، استعد له بالأعمال الصالحة، وتاب إلى الله من الأعمال السيئة، لأن اليوم الآخر يوم جزاء، يوم حساب وجزاء. وأما اليوم الدنيا فهو يوم عمل، الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. فإذا آمن الإنسان باليوم الآخر فإنه يستعد له بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة، لأنه سيجازى على كل أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. آمن بالله واليوم الآخر. الركن الثالث الملائكة، يؤمن بالملائكة، والملائكة جمع ملك، والملك في الأصل الرسول من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملائكة رسل يرسلهم الله جل وعلا إلى أنبيائه بالوحي وبالأوامر والنواهي وبتدبير الكون، فهم عباد من عباد الله، خلقهم الله جل وعلا لعبادته، وخلقهم لتنفيذ أوامره في خلقه، وهم أصناف. الملائكة أصناف، كل صنف منهم له عمل خاص به، فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل،
صار لها جذور وفروع. كان أخذ عنها الجهد ومنهم من هو موكل بأن الجعد بن درهم قال هذه المقالة وأخذ بقبض الأرواح وما وهو إسرافيل، لكنه علم من علم قبل أخذه. ومنهم منهم من هو موكل بقبض الأرواح والنفخ في الصور يوم القيامة وهو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. ومنهم من هو موكل بالأجنة في البطون حينما يكون الحمل في بطن أمه وتتكامل خلقته بعد طور المضغة، يأتيه الملك في بطن أمه فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، يكتب هذا في وهو في بطن أمه بأمر الله سبحانه وتعالى. ومنهم من هو موكل بالجبال، ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة ينزلون بالليل ابتداء من صلاة العصر يرافقونكم ويكتبون ما يصدر منكم من خير أو شر، سجلونه عليكم وأنتم لا تشعرون. وملائكة بالنهار ينزلون في صلاة الفجر ويستمرون إلى العصر دائما وأبدا. ملائكة موكلون معكم. ومنهم ملائكة موكلون بحمل العرش، الذين يحملون العرش ملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة، فهم خلق من خلق الله خلقهم الله من النور، وخلق إبليس من النار، وخلق آدم من الطين كما صحت بذلك الأدلة. فتؤمن بالملائكة وأنت لا تراهم لأنهم من عالم الغيب، من عالم الغيب، كيف تؤمن بهم وأنت لا تراهم؟ تؤمن بهم اعتمادا على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. الرابع الكتاب، الكتاب المراد به الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وآخرها وأعظمها القرآن الكريم. فتؤمن بكتب الله كلها: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم، تؤمن بالكتب كلها ما سمى الله منها وما لم يسمه منها، وتعتقد أن القرآن هو أفضلها وأنه حاكم عليها وأنه ناسخ لها، ناسخ لما قبل. فتؤمن بالكتب كلها، لا تؤمن ببعضها وتكفر ببعضها، بل تؤمن بها كلها. هذا ركن من أركان الإيمان. الركن الخامس الإيمان بالنبيين، الإيمان بالرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم وخاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم.
فتؤمن بكل رسل الله عز وجل. أما من آمن ببعضهم وكفر ببعض كاليهود الذين كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كالنصارى الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع، كافر حتى بالنبي الذي يزعم أنه مؤمن به. من كذب نبيا واحدا فهو مكذب لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فتؤمن بالأنبياء جميعا أنهم صادقون مصدوقون، وأنهم بلغوا رسالات ربهم كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. هذه خمسة أركان من أركان الإيمان. والركن السادس ذكره الله ضمنا في قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء. الركن السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر ذكره الله ضمنا في هذه الآية في قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا هو الإيمان بالقدر، لأن ما يجري عليك مما تحب وما تكره فإنه بقضاء الله وقدره، فتصبر على المصائب وتشكر على النعم. هذا كله قضاء الله وقدره. وقد جاءت هذه الأركان الستة في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرة أصحابه في صورة رجل، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ينظرون إليه يظنون أنه من بني آدم لأن صورته صورة آدم، لكن استغربوه لأنه ما ليس عليه أثر السفر ولا يعرفونه. كيف يكون ما عليه أثر سفر ولا يعرفونه؟ لو كان من أهل المدينة عرفوه، ولو كان جاء من سفر لصار عليه أثر السفر. استغربوا يعني. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه. هذا أدب طالب العلم، أن يتأدب مع المعلم. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فتعجبوا مرة ثانية، كيف يسأله ويصدقه؟ كيف يقول صدقت وهو يسأل؟ العادة إن اللي يسأل ما يدري. هذا عجب. ثم قال أخبرني عن الإيمان، وهذا محل الشاهد. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإيمان، عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. الشاهد منها أن فيها أركان الإيمان التي جاءت في هذه الآية الكريمة. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا يقول ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه ذوي القربى. هذا من البر، من خصال البر، من خصال البر أن المؤمن يدفع المال إلى المستحقين
وهو يحبه، لأن النفوس تحب المال، النفوس تحب المال، فإذا دفعه إلى المستحقين هذا دليل على بره وعلى إيمانه، لأنه تغلب على نفسه وقدم محبوبه وهو المال، قدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه علامة البر. أما الذي يبخل ويمنع المال ويؤثر هوى نفسه على طاعة ربه فهذا نقص في إيمانه، آتى المال على حبه، يعني وهو يحبه. أما اللي ما يدفع من المال إلا الشيء الذي لا يحبه هذا ليس له ميزة، هذا بيتخلص، هذا بيتخلص من هذا اللي ما يبيه، لكن إذا دفع المال وهو يحبه فهذا علامة الإيمان، علامة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. هذا جزاؤهم، يطعمون الطعام على حبه، هم يريدونه لأنفسهم، يرغبون في الطعام، ولكن إذا رأوا المحتاج أعطوه، ولو نقص ذلك من طعامهم، لو نقص هذا من طعامهم ومن أكلهم فيطعمون الطعام على حبه. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سمع السائل عند الباب وهم يتعشون مع أهله أخذ نصيبه من الطعام وذهب به وأعطاه السائل، أعطاه السائل، يطعمون الطعام على حبه فيعطيه السائل إيمانا بالله عز وجل ورجاء لما عند الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله يأتيه السائل وهو صائم وعنده إفطاره، فإذا جاء السائل أعطاه إفطاره، أعطاه إفطاره عملا بهذه الآية، ويطعمون الطعام على حب، ويبيت طاويا رحمه الله كما قال الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولما سمع أبو طلحة رضي الله أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما سمع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان عنده حديقة، يعني حديقة نخل فيها نخل كثير مثمر، فيها نخل كثير ومثمر ثمرة جيدة، فلما سمع هذه الآية تقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، اسم نخلة بستانه، وهي صدقة في سبيل الله، ضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. لما سمع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه نماذج من هؤلاء الذين يؤتون المال على حبه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وينفقون مما يحبون،
أما الذي لا ينفق إلا الشيء الذي لا يرضاه ولا يبيه فهذا قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث يعني الردي المراد بالخبيث هنا الردي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه لو أن أحدا دفع لك الطعام الردي هل ترضى؟ ما ترضى فكيف أنت تدفعه للمحتاجين؟ هذا لا ليس فيه أجر وهذا ليس صدقة وإنما هو تخلص من هذا المال الذي لا تريده وآت المال على حبه إلى من يدفعه ذوي القربى أقاربه يبدأ بأقاربه المحتاجين ما يروح للناس البعيدين وعنده أقارب محتاجين من ذوي أرحامه من أقاربه من جهة الأب أو أقاربه من جهة الأم إذا كان فيهم محتاج فهو أولى بصدقتك ومعروفك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة يعني فيها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة بأقاربك المحتاجين آت المال على حبه ذوي القربى ولأن ذوي القربى لهم حق من الحقوق التي فرضها الله سبحانه بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية وقال تعالى وآت ذا القربى حقه له حق وآت المال على حبه ذوي القربى فالصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على الأجنبي المحتاج وفي كل أجر لكن هذا أكثر أجر وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى اليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه وهو صغير دون البلوغ هذا هو اليتيم مات أبوه وهو دون البلوغ هذا يحتاج من يسد مسد أبيه لأن أباه كان ينفق عليه ويكتسب له مات ما عنده أحد يكتسب له ولا عنده أحد يربيه ولا عنده أحد يتولاه فيأتي مسلم من المسلمين أيحسن إليه يحسن إلى هذا اليتيم ينفق عليه يربيه يعلمه يؤدبه هذا من أعظم أوجه الإنفاق إنفاق المال على اليتامى شوف أيتام المسلمين الذين فقدوا آباءهم وهم فقراء فتنفق عليهم واليتامى والمساكين من هم المساكين؟ الفقراء مسكين هو الذي أسكنته الحاجة وليس عنده ما يكفيه من النفقة فأنت تحسن إليه وتعطيه ما يكفيه هذا هو المسكين آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ابن السبيل هو المسافر الذي نفدت نفقته ولم يبق معه ما يبلغه في سفره أو سرقت أو ضاعت نفقته وهو في أثناء الطريق ما معه شيء ماذا يعمل إذا عطف عليه أخوه المسلم وأعطاه نفقة يتبلغ بها في سفره حتى يرجع إلى بلده فهذا من أعمال البر هذا هو ابن السبيل وكذلك من ابن السبيل الضيف الضيف الذي ينزل بأحد المسلمين
يجب أن يجب له القرى لأن يطعمه ويشبعه ويقدم له ما يستطيع. الضيف له حق. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف له حق، وهو الذي يمر مع الطريق وينزل عند بعض أهل البيوت أو بعض أهل البساتين أو بعض البادية الذين هم نازلون في البر فيضيفهم، لأن ما معه شيء. هذا له حق، الضيف له حق. إكرام الضيف هذا من خصال البر والإحسان. وابن السبيل والسائلين أيضا أعطى المال على حبه للسائل، والسائل هو الذي يتعرض للناس، يتعرض للناس ويسألهم. السائل له حق، السائل له حق أتعطيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. السائل له حق، إذا سألك فإنك تعطيه ما تيسر، فإن لم تجد ما تعطيه فتحسن إليه بالكلام اللين. وأما السائل فلا تنهر، إن السائل له حق. والسائلين وفي الرقاب، أي وآتوا المال على حبه في الرقاب. والرقاب المراد بها المماليك، المماليك الذين يحتاجون من يساعدهم من أجل فك رقابهم من الرق، وذلك بأن تشتري من العبيد من مالك وتعتق، أو تجد مكاتبا اشترى نفسه من سيده بمال وهو بحاجة إلى المساعدة تساعده. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وكذلك من الإنفاق في الرقاب كما ذكر العلماء فكاك الأسير المسلم من أيدي الكفار. فإذا كان هناك أسرى من المسلمين في أيدي الكفار فمن أعمال البر أنك تفديهم من الكفار، تقدم للكفار المال من أجل أن يطلقوا أسرى المسلمين. هذا من إنفاق المال في الرقاب. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه مصارف ذكرها الله سبحانه وتعالى، هي من مصارف الزكاة، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه مصارف للنفقة، سواء كانت مستحبة كصدقات التبرع أو كانت واجبة كصدقة الزكاة في المال. ثم قال جل وعلا: وأقام الصلاة، أي ومن خصال البر من أقام الصلاة، الصلوات الخمس، لأنها ركن، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وأقام الصلاة معناها أنه أتى بالصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى في وقتها ومع الجماعة وبطهارة تامة مع الخشوع فيها. أما إذا كان
وإكمال ركوعها وسجودها والطمأنينة فيها، هذا إقامة الصلاة، أن تأتي بها كما أمر الله، تصليها في الوقت وتصليها مع الجماعة في المسجد، وتصليها بطهارة كاملة من الحدثين الأكبر والأصغر، وتطمئن فيها، تطمئن فيها بحيث لا تنقرها نقرا تستعجل فيها. هذه إقامة الصلاة مع الخشوع فيها لله عز وجل، مع الخشوع لله عز وجل في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو روح الصلاة. صلاة بلا خشوع يقولون مثل جسم بلا روح، أما الصلاة التي فيها الخشوع هي صلاة حية، صلاة حية. لاحظوا، لم يقل ويصلون أو وصلوا، ما قال وصلوا، قال وأقاموا الصلاة، لأن الغرض ليس هو الإتيان بصورة الصلاة، ولكن الغرض هو الإتيان بالصلاة على الصفة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فمن أتى بالصلاة على الصفة التي شرعها الله فقد أقامها، ومن أتى بالصلاة على غير الصفة التي شرع الله فإنه لم يقمها ولو صلى. فنبهوا لهذا، هذه الفائدة من الآية الكريمة، قال وأقام، وأقام الصلاة، ولم يقل وصلى، بل قال وأقام الصلاة، لأن العبرة بإقامة الصلاة وليس العبرة بصورة الصلاة من غير إقامة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا كثير في القرآن، أن الله إذا ذكر الصلاة ذكر بجنبها الزكاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة فالزكاة هي حق للفقراء، حق للفقراء في أموال الأغنياء، حق، ما هو بتبرع، وإنما هو حق واجب وفرض عليك، ما هي بتبرع منك، إنما هي حق وفريضة. ولهذا قال في آخر آية الزكاة: فريضة من الله، فريضة، الله عليم حكيم. فأنت ليست المسألة هواك، إن شئت زكيت وإن شئت لم تزكي، لا، هذا فرض عليك، كما أنك تصلي يجب أن تزكي. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني دفع الزكاة التي فرضها الله في ماله إلى مستحقيها من الأصناف التي بينها الله في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. وحتى لو أخرجت الزكاة كاملة ولكنك ما وضعت مصارفها ما تجزي، لو أخرجت الزكاة كاملة ولكنك ما وضعتها في الأصناف التي حددها الله في هذه الآية فإنها لا تجزي ولا تعتبر قد آتيت الزكاة. وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه من خصال البر ومن أعمال البر،
الموفون بعهدهم. العهد هو الميثاق الذي يكون بينك وبين الله، لأن بينك وبين الله عهد في أن تعبده لا تشرك به شيئا، وأن تطيع أوامره، وأن تجتنب نواهيه. هذا العهد الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وكذلك العهد الذي بينك وبين ولي أمر المسلمين. ولي أمر المسلمين له عهد على الرعية، وله بيعة على الرعية يجب الوفاء به، طاعتهم بالمعروف، عدم الخروج عليهم، وعدم البغي عليهم، خروج عن طاعتهم. فطاعة ولاة الأمور بالمعروف من طاعة الله جل وعلا. قال الله تعالى وقال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم، فقرن طاعة أولي الأمر مع طاعة الله وطاعة رسوله. قال صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فطاعة ولي الأمر واجبة إلا إذا أمر بمعصية، إنه لا يطاع في المعصية ويطاع فيما سواها مما ليس بمعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. وكذلك العهد الذي يكون بينك وبين الناس، إذا عاهدت أحد، ولهذا قال إذا عاهدوا، إذا عاهدت أحد من الناس فإنه يجب الوفاء، سواء كان المعاهد دولة من الدول أو فردا من الأفراد، يجب عليك الوفاء. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ونقض العهود والمواثيق من صفة المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. صفة المنافقين. أما أهل الإيمان وأهل البر فإنهم عند عهودهم لا يغدرون فيها، ومن غدر في عهده فإن الله يفضحه يوم القيامة بين الخلائق. نسأل الله العافية. والموفون بعهدهم إذا عاهد، والصابرين، هذا من خصال البر الصبر، وهو حبس النفس عن الجزع وعن التسخط والرضا بقضاء الله وقدره. لأن الإنسان في هذه الحياة يعترضه مشاكل، يعترضه جوع، يعترضه مرض، يعترضه مصائب عرضة. ابن آدم في هذه الدنيا عرضة، كيف يخرج من هذه المصائب؟ لا يخرج منها إلا بالصبر، إلا بالصبر والاحتساب. والصابرين في البأساء. ما هي البأساء؟ الجوع. إذا جاع الإنسان يصبر حتى يرزقه الله، ولا يسرق ولا يخون ولا يصبر، ولا يجزع أيضا، يتسخط من قضاء الله وقدره، يصبر. وليس معنى ذلك أنه يعطل الأسباب، بل يفعل الأسباب ويطلب الرزق من الوجه الحلال، ولا يحمله الجوع على أن يعصي الله سبحانه وتعالى أو يتسخط
لقضاء الله وقدره. ويقول ما لماذا يصيبني الجوع؟ لماذا لما؟ طيب أنت ممتحن ومبتلى في هذه الدنيا، أصبر أصبر واطلب الرزق، افعل الأسباب. صابرين في البأساء يعني في الجوع والضراء، إذا مسه المرض، الضراء يعني المرض، إذا مسه مرض يصبر ولا يجزع ويحمد الله عز وجل أن هذا المرض ما أسهل من غيره، ولا أنه ما أصابه مثل ما أصاب فلان أو فلان مما هو أشد، ويعلم أن هذا المرض أنه تكفير لسيئاته، ويعلم أنه ما أصابه إلا بسبب ذنب، فيتوب إلى الله عز وجل ويحاسب نفسه، ما يجزع من المرض أو يتسخط من المرض. صابرين في البأساء يعني الجوع والضراء يعني الأمراض، وليس معنى ذلك أنه يترك العلاج، تقول أنا صابر بترك، لا، العلاج مباح، العلاج مباح، هو سبب من الأسباب، إذا فعلته فلا حرج عليك، لكن مع الصبر والاحتساب. وحين البأس، الموقع الثالث من مواقع الصبر حين البأس، ما هو البأس؟ القتال والجهاد في سبيل الله. فإذا واجه المسلم الجهاد في سبيل الله فإنه يصبر ويثبت في المعركة ولا يفر وينحرف، بل يثبت في المعركة ويجاهد في سبيل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب، فيصبر إذا لاقى العدو. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. صابرين في البأساء يعني وقت القتال مع الكفار، في قتال الكفار يصبر المسلم، يثبت ولا ينهزم ولا يجبن، بل يكون قويا في موقفه. وله إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر، إما الشهادة وإما النصر والأجر من الله عز وجل. وحين البأس، من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في هذه الآية، قال الله تعالى: أولئك الذين صدقوا. أولئك من هم؟ الذين اتصفوا بهذه الصفات، ابتداء من قوله من آمن بالله إلى قوله وحين البأس. من اتصف بهذه الصفات وحققها فهو من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى، ومن لم يصدق فيها ولم يقم بها فإن عنده نقصا في الصدق بقدر ما ترك منها. أولئك الذين صدقوا، صدقوا مع الله سبحانه وتعالى فيما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله جل وعلا وصفهم بوصفين عظيمين. الوصف الأول الصدق، صدق مع الله سبحانه وتعالى، لم يكن فيهم نفاق ولم يكن فيهم ضعف وخوف، ولم يكن فيهم بخل بالمال،
ولم يكن فيهم كسل عن الصلاة وتهاون بالصلاة، ولم يكن منهم بخل بالزكاة. فهؤلاء هم الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، هذه صفة، الصفة الثانية، وأولئك هم المتقون. المتقون جمع متقي، والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، تجعل بينك وبين النار وقاية تقيك منها، تتخذ وقاية تقيك من غضب الله، تتخذ وقاية تقيك من النار. وما هي هذه الوقاية؟ هذه شيء واحد، هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، وترك معصية الله وترك معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوقاية التي تقيك من غضب الله وتقيك من النار، وتوافي اليوم الآخر وأنت معك هذه الوقاية التي تقيك من أخطار وأهوال يوم القيامة. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء وإخواننا المسلمين، نسأله سبحانه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان على أعدائه من الكفار والمنافقين واليهود والنصارى والمشركين وسائر الكفرة، أن يمدهم الله بنصر من عنده، وأن يثبت أقدامهم، وأن يمنحهم الصبر والثبات حتى يأتيهم نصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد الله به من صبر وثبت. نسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يكفينا شر شرارنا. نسأله سبحانه أن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يبعد عنهم بطانة السوء، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يخذل بهم أعداءه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، نستأذنه لطرح بعض الأسئلة. وتتحاشى عن هذا، لأن ملامسة الرجال حرام. يقول السائل: يقام العزاء في بلدنا في المساجد، وقررنا تجنيبا للمسجد من الكلام البذيء وأكل الطعام في فنائه أن نقيم سبلة للعزاء خارج المسجد، ما رأي الشرع في ذلك؟ لا تقيم مكانا للعزاء، العزاء ليس له مكان، وهذه عادات يجب أن تترك. العزاء أمره سهل، ما يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى تكاليف. إذا لقيت أخاك المصاب في المسجد أو في الدكان أو في السوق أو في المتجر أو في الدوائر الوظيفية، تعزيه، تقول: أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك. ولا يكلف هذا شيئا، لا يأخذ وقتا ولا يحتاج إلى مكان ولا يحتاج
إلى طعام ونفقات وتكاليف، الواجب أن تطرح هذه العوائد كلها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: والدتي أتت من مصر عن طريق البحر ولم تنوي العمرة من الميقات نظرا لظروف مرضها، وهي الآن معي في مكة، فمن أين تنوي العمرة؟ إذا كانت جاءت من بلدها تريد العمرة ولكنها تجاوزت الميقات ولم تحرم لأنها مريضة، تقول الواجب أنها تحرم ولو هي مريضة، لأن الإحرام معناه نية النسك، تنوي الدخول في النسك وهي في مكانها، وهي على فراشها أو على كرسيها، ما يحتاج شيء. إذا حاذت الميقات تنوي الدخول في العمرة وتلبي، هذا هو الإحرام. لكن لما تعدت الميقات ولم تحرم وتريد الآن أن تحرم، لا بد أن تذهب إلى الميقات الذي تعدته، وهو الجحفة، لأنها جاءت من مصر فميقاتها الجحفة، تذهب إليها وتحرم منها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف تكون هيئة تحريك الأصبع في التشهد الأول والأخير؟ هل هي متحركة أم ثابتة؟ الذي ثبت أنه يرفع أصبعه السبابة عند التشهد إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى الوحدانية، ويرفع أصبعه أيضا عند الدعاء، إذا دعا يرفع أصبعه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من غير تحريك. نعم. يقول السائل: ما هي صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ صفاتها بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابه. هذه صفاته، أنهم يلتزمون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه صفتهم وميزتهم. نعم. يقول السائل: هناك من المعاندين والمكابرين يقولون: حاش السلف من هؤلاء الوهابية، نرجو توضيح كلمة الوهابية أثابكم الله. هذا كلام باطل، الوهابية ما جاءت بشيء يخالف مذهب السلف، هي على منهج السلف ولله الحمد، هي على منهج السلف في التوحيد والعبادة والأخلاق وجميع الأمور، هي تمشي على مذهب السلف. نعم.